أحسن الله إليكم السائلة ألف عين من جدة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بصيغة وأعوذ بك منك، علما بأنه ذكر في الكتب في كتب الأذكار مأجورين؟ هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لجا من الله إليه سبحانه، أعوذ بك منك هذا لجوء من الله إليه، كما قال تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. هذا اعتراف بأنه لا يعصم من الله ومن عذابه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أحد يعصم من الله. قل: من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا من الاعتراف بالعجز ومن الاعتراف لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم.